اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من اسرار شرق اوسطيه. بوتين يعلن الحرب على امريكا في الشرق الاوسط. السخاي 35 لدى ايران، والسخاي 35 اس، وبفاسيليتي او تسهيل لوجستي للايجل 44 في مناطق محمية جبلية، وهذا الذي يجعل من السخاي 35 اس بمثابة تطور استثنائي لمواجهة حاملات الطائرات الامريكية. وقد تحولت السخاي 35 اس الى مرحلة انتحارية مباشرة على كل حاملات الطائرات، هذا يعني عزلا مباشرا انطلاقا من السخاي 35 ومن طرف استشهاديين للحرس الثوري. اذا تدمير حاملات الطائرات الامريكية لن يتجاوز 9 دقائق مع عملية انتحارية وعبر خمر طيران دروني، وبعدها مباشرة يأتي الزحف عبر السخاي 35، وهذا أخطر سيناريو يمكن توقعه مع تواجد صواريخ وقنابل أو شحنات خاصة باتجاه الهدف. إذا أمامنا السخاي 35 انتحارية بأساليب لوجستية وتسهيلات غير مسبوقة، مؤكدة أنها تحت الحماية، تجعل من أي ظرفية تذهب مباشرة إلى حالة غمر قتالي ينسف كل الرادارات وغيرها، لأن الأمر ببساطة شديدة بالنسبة للغمر والذي سيأخذ عبر الدرونات، فإن هناك هجوم عبر الدرونات يأتي بشكل مكثف جدا يتجاوز قدرات حالات الرد، ثم بعدها مباشرة تأتي هذه الطائرات من أجل تدمير كامل لحاملات الطائرات. إذا لدينا السخاي 35 أس الانتحارية انطلاقا من إيران، واقترح على أردوغان بوتين شخصيا، وحسب مقرر يوم 14 من نوفمبر موقع على الساعة 2:14 هناك تسليم السخاي 57 إلى أردوغان. إن أراد مثل هذه الطائرات سيسعف سلاح الجو الروسي تسليم هذه الطائرات فوريا وانطلاقا من إدارة عملياتية مباشرة عبر أتراك مدربين على ذلك، وسيكون نفس الحالة تسليم حماية جوية غير مسبوقة. إذا هذا هو التصرف الثاني. التصرف الثالث ومن نفس المقرر موجه أيضا إلى غرب المتوسط انطلاقا من الجزائر، وفي هذا لابد من أخذ الاعتبار بأمرين أساسيين. أولا السماح للسخاي 30 أس أم الجزائرية بنقل تكنولوجيا إضافية إليها، لا نريد التفصيل بهذا الخصوص، وقد تتحول اليوم إلى ضرب الدرونات، وهذا لاحظناه بشكل مباشر في البحر الأسود. المسألة الثانية أن هناك تكنولوجيا لنفس العمليات منطلقة من القواعد وباتجاه حاملات الطائرات. التعامل مع حاملات الطائرات انطلاقا من السخاي 35 أس أو من الأس أم الجزائرية هذا أمر مؤكد. لذلك فالضربات الموجهة اليوم لبوتين، تزويد كل من إيران تركيا والجزائر، ما يفي بالحفاظ على موقف هذه الدول انطلاقا من مواجهة ما سمي بالردع الأمريكي. الآن الردع الأمريكي لديه خسارة كبيرة لأسباب عدة. أولا جرأة فرنسا في اتجاه أول للحضور مباشرة وعبر سفينة مضادة للغواصات دي 653 لانجدوك،
وهذه السفينة الفرنسية المشاركة الآن قريبا جدا من مياه إيران استدعت مباشرة وطبقا لوصول أبابيل إلى كل من حزب الله وروسيا وأيضا نتيجة نقل ذو الفقار وغيرها وبتحويلات طفيفة، فإن اليوم هناك تعاون كبير واستثنائي بين إيران وما بين روسيا من جهة لتزويد إيران بما تريده، تزويد تركيا بما ترغب فيه، وأيضا نتيجة الاتفاق العسكري اليوم التصنيعي وغيره، فإن نقل التكنولوجيا الروسية عبر تركيا والجزائر جزء هام للغاية من هذه الخارطة. إذا أمامنا محاولة احتواء الردع الأمريكي انطلاقا من شرق وغرب المتوسط وأيضا في الخليج العربي، بحر العرب وشمال المحيط الهندي، في هذه المناطق يكون فيها احتواء. ونرى أن هناك اليوم تصريح لنائب وزير الدفاع مهدي فرحي أو فرحي، وهذا التصريح واضح بأن كل من إيران ودول أخرى، للإشارة فقط، وهذه الدول المقصود منها ما قلناه حسب ما وقع عليه بوتين. بوتين الآن يحاول أن يعطي قوة لمحور يحارب أمريكا أو يستنزفها على الأقل من قاعدتها المتقدمة إسرائيل، وبعد أن تحولت إسرائيل اليوم إلى قاعدة بقرار أمريكي. واقع الحال الآن أن لا قرار إسرائيلي. إن كان هناك عودة للحرب في غزة فهذا قرار أمريكي، الهدنة قرار أمريكي، التوقف قرار أمريكي. إذا جالانت، نيتنياهو وبن جانتس ليسوا أكثر من غرفة تنفيذية، وقد شارك أساسا بايدن في غرفة الحرب أو غرفة العمليات. على أي، إذا أمامنا تطور استثنائي لتجاوز أن يكون حضور هذه الحاملات لها ردع ضد تركيا. تركيا لديها أساسا استراتيجية ولديها أسلحة مضادة وبحرية وعبر الغواصات من أجل تدمير أي حاملة طائرات، هذا للعلم فقط. بالإضافة إلى الاقتراح الحالي، وهو اقتراح أيضا قد يصب ضمن تموقع تركيا في أي حلف مضاد، وهذا الذي لا ترغب فيه تركيا، تريد أن تتعاطى مع منظومتها الخاصة، وهذه المنظومة تشاركها الجزائر والإمارات العربية المتحدة والسعودية. والإمارات العربية المتحدة الآن تخلت عن جميع منظومات التي ستوجه في الرافال الفرنسية وأيضا في الدرونات، وحولت ذلك عتادا وأيضا على صعيد القنابل والصواريخ إلى تركيا. وهناك توقيع بين الإمارات وما بين تركيا. أيضا هناك أداء حصري للبيرقدار وغيرها من الدرونات وتصنيعها ونقل تصنيعها مباشرة إلى السعودية. ومن اتجاه آخر هناك تعاطي تكنولوجي متقدم من تركيا، الإمارات والسعودية كمحور. وأيضا المحور الذي أعلنه أردوغان الآن عبر الجزائر، مما يجعل هذا المحور هو إلى الآن لا يزال في تقدمه ولا يزال لم يكتمل نضجه بالشكل الكامل، ولكن ما حدث لإسرائيل يكشف أن هناك انقلاب استراتيجي يجعل أمريكا اليوم هي المنافس لهذه المحاور، محور إيران، العراق، سوريا ولبنان، إطار عملياتي، وأيضا في تكنولوجيا وغيرها من درونات وصواريخ وإلى آخره. هناك التصنيع الآخر أو الدورة الثانية من التصنيع أو الحزام الثاني من التصنيع، فيه كل من تركيا، الجزائر، محور أنقرة الجزائر العاصمة، ومحور أنقرة الرياض أبو ظبي. إذن أمامنا هذا الذي يجعل من أبو ظبي تنسلخ الآن، فيه توقيع لأول مرة بجعل تركيا بديلا عن إسرائيل، وهذا تطور استثنائي غير مسبوق على الإطلاق ولا يمكن سوى تشجيعه. لديكم تكتيكال ريبورت
الذي يريد مثل هذه القصة شديدة الأهمية. إذن هناك حزامان تصنيعيان، وهناك احتواء إسرائيل من طرف أمريكا، فأصبحت أمريكا هي صاحبة القرار في إسرائيل بعد 7 أكتوبر، وهذا تحول استراتيجي مهم جدا. الآن أن قضية إيزنهاور وقضية حاملات الطائرات كجزء من الردع لم يعد جزءا من الردع، هذا الذي يجب إخباره الآن أمام السخوي 35 بالتطويرات والفاسيليتيز المعروفة، وأيضا بالنسبة لكل ما تعرفه الآن السخوي 30 آس أم والتطويرات المؤهلة وبشكل واضح جدا للتكنولوجيا التركية الجزائرية والتركية السعودية التركية الإماراتية ومن ثم القطرية. ويحاول الآن على الأقل ومباشرة بعد التوقيع بين تركيا والجزائر، أين وجدنا التوقيع؟ وجدنا التوقيع حول الأمن الفضائي ما بين أمريكا وما بين قطر. لم تترك أمريكا قطر توقع مع تركيا في برنامجها الفضائي، لذلك فقد سعى وبشكل كامل إلى أن يكون التوقيع مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا هو سر التسريع في أن يكون التوقيع في الجزائر ما بين تركيا والجزائر حول الأمن الفضائي والتقنية والتكنولوجيا إلى آخره. وفي نفس الآن أمريكا وقطر فوريا، لأن هناك قاعدة تركية في قطر وكانت ستؤهل الاتفاقية الجزائرية التركية لاتفاقية ما بين قطر وتركيا، ليأتي الأمريكي ويدخل بقوة من أجل أن يكون التوقيع بين الدوحة وواشنطن. في كل الأحوال فهذا الصراع المرير للغاية، وهذا هو الأمر المتوقع، فإن هناك اعتبار أساسي اليوم أن سلاح حاملات الطائرات ليس سلاحا للردع على الأقل في الشرق الأوسط تجاه الحزامين الصناعيين أو التصنيعيين الآن بدعم روسي مباشر. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.